جامعة المنصورة عندهم خبرة محمد عزيز وميرن محسن، هما فاهمين ازاي بيلعبوا، فاهمين الجيم بيمشي ازاي، عندهم خبرة. اي جاست عمر عنده خبرة، ولكن واضح ان هو ما استعدش بالقدر الكافي لماتش النهاردة. الهدف الاول، برافو عليك يا آية. الحمد لله اكتسبت الثقة في ماتش النهاردة، وان شاء الله نفضل محافظين على المستوى ده في الماتشات الجاية. طبعا كان عليها مسؤولية كبيرة فكرة ضربات الجزاء، بس سؤال الادب ما كانش معايا، فما كانش فيه توفيق. وطرنا لما خدت ريسك السؤال غلط والنقط ضاعت مننا. الف مبروك الثلاث نقاط لجامعة المنصورة، وهارد لك لإي جاست. خلينا نشوف عادة الحظ هتعمل ايه. عايزين إي جاست يحسن السكور ونكمل ماتشنا.